السلام البنات، كيبقيتو على خير؟ الفيديو يكون خاص بحوايج جد البيبي ان شاء الله، داكشي اللي شريت واللي يعني اللي وجدت. المهم اللي شريتو كنت غنحطو هنا، كنحلي حتى حاجه. المهم كاين شي حوايج شريتهم وكاين شي حوايج كانوا عندي ما خديتهمش، صوبتهم بحال دابا النوميسيه كانت عندي ديال ولدي، صبغناها وقديناها. المهم حتى الخويمنا ونوريكم شنو درنا لها من الداخل، غلفناها وداكشي. وهادشي اللي هنا كله خديتو تنحلو معاكم ان شاء الله. هاد رولاكس كانت عندي خلاص غير سبنتها، هادي حتى هي كانت عندي غير سبنتها وقديتها، وبقينا جديدين. ايوا ندخل هادشي ان شاء الله ونشارك معاكم، نحلو ونوريكم شنو خديت. قبل ما ندخل البنات الناموسيه وداكشي اللي وريتكم، غنبدا بهاد النفيفخات هما الاولى، غادي نفخهم وغادي نقادهم، غنديرهم هنا داك السقيف يجيو هكا فوق راس الناموسيه. ماما غنفخهم ونوريكم كيفاش غندير ليهم. لصق داك النفافخ الفوق، وانتم قديتهم كلهم هذا تما، ودخل داك الناموسيه دخلتها، ركبت لهاد هاد اللي ركبناها، كنا حديناها ركبناها تما. الحديده ديالها كبيره شويه، وحنا لصقوا لها غير الطرف الفوقاني، ما لصقناهاش كامله باش تجي هكا على قد الناموسيه. كيما قلت لكم الناموسيه كانت ديال ولدي، صافي جبدناها مع كانت فيها لون الخشب، جبدناها صبغناها بالبيض وغلفناها لها هاد الدخلاني كان كله فيه البلوسيال، غلفناه ما بغيناش نخليو بلوس حيت عندي بنوته الله يجيبها على خير وبخير. فدرنا هذا التويب هذا في هاد اللوينات هادو. دابا ان شاء الله غنوريكم شنو خدينا. المهم مازال غندير لها واحد الفريش، غنحل معكم البنات هاد البلاستيكات نوريكم شنو خديت. دابا هاد الملايه البنات خديت هاد ليبات في الغوص وتجنيبات فيهم الغوص، انا اصلا غنحلها حيت غادي نصبها نشللها، راكو عارفين كيكون كيبقاو يتحلو بزاف لبرا في هاد لعبات هنا غوص، وهي في البلونكاسي باش نشوفو شنو فيها. هادي شيتا باش غادي نعلقها في الباب، حيت انا مبغيتش ندي هادشي معايا، هاد النفافخ وهادشي مبغيتش ندي معايا الكلينيك، بقيت نديرو في دارك سنية هاد كيبقى في البيت هاكا مزيون. هادي غنعلقها في الباب ان شاء الله، تنصوبها نوريها ليكم. هادا خلاص داك القماط خليت واحد، هذا المشي ديالها هنا، هذاك هذا البويض كيجي لتحت، هذا اللي فيه داك المشيطة وداك الشي، ومكود اللي كناخد كنحطو داك ما كنت على برا، ملي كنجيبو كنحطو في الموسي بحال ما سالينا البيت وقديناه، داكشي علاش مكنتش كندخل. عندي فيه هداك مشيطة وبقية وصوب داكشي ديالو، هادو دابا نديرهم داك المجيار اللي عندي تما، تاني حدا خر، هادو مجيار، وهدا فيه شامبوان وقلوش وهدا كريم، صافي بلاستيك اخوات. الثانية عاوتاني هنا خديت الحويجات، هانتوما يا لالا هاد الكسيوة هادي فيها الطريبش ديال البون، داك الطريبش البون ديالها، وفيها داك هاديك والويكات. الثانية عاوتاني هادو اللي غندي لها ان شاء الله، نجمعهم لها في الصاك ندو معايا الكلينيك باش نلبسهم لها. وهادي الثانية في الموف سبب طيب ولدي عجبو، قال لي ماما ناخدوه تا هو خدينا، واخا كنظن راه غيجيها كبير بحال ميني بوط. خديت هادي هاد البوني كيجي فيهم بابيون، وهاد الكسيوة تا هي عندي فيها الغوز مفتوح، عجبتني بزاف هاديك حمقاتني، عندك هي والاخرى. هادو ديال التحت ديال القطن، السيد عطانا هادو كادو، هو هاد التقيشرات وهادي، وخديت هادي عطا
قطعها صافي. تادي خويت الاخرى عاوتاني فايطه خديتها. هذه الفايطه فيها شوف فيها الكيس وفايطه واحده اخرى صغيره والفايطه ديال الدوش فيها الفايطه بحال هكا صغيره. المهم هادشي كله غادي ملي غادي هذا غادي نشلو كلشي. وهادي ديال الدوش وهنا في داك الفراريشة اللي كنبغيو نبدلو عليها. الفراشة اللي كاينة هنا بلاستيك من تما الفايطة تنطوها نديرها في المجر شو باقي هنا. خديت هدا طريبيش الزتولة وسكاتو وهاد الباندا ديال القمط قلتو ربما نحتاجها وهاد الويكات تا هما هزتهم. هادوك خديتهم بحالهم. هادو كنت خديتهم كيابي حد عجبوني كنت خديتهم. المهم هادو تا هما ديال التحت داك ديال داك الكبيبطات حيت خديت تريولات بوحدهم كبطات بوحدهم. هادو ديال داك الكبيبط وهادو كنت خديتهم شوف كيابي عجبوني خديتهم فيهم ثلاثة. والسويك السويك هذا فقط في عمالي كي تحتاج أصلا فيها نجمع الحويجات إن شاء الله باش ندي معي الكلينيك. بيت هاد ليزار فيه ديال الترابي صغير وفيه الكبير وما ندل من حلو معكم شوف زي ما تهوه فيه ديال الصغير وفيه مسندات وفيه خديديات وفيه ديال ديال زعما ديال الناموسيه كبيره وديال ديال الترابي صغيرين الليزر. هذا ديال الكبار خلي نحيد هاد الكبار داك المسند المربع الكبير. شوف الصغير ها هو الصغير خديتو يعني مخدوم ماشي خدمتو. وهادي المسند هادي صوبت لهاد الهلال هذا باش غادي نزين به تما الكوفر اللي في البيض غادي نزين بهاد الهلال. وهاد السحابه كتبان لها فيها السميه تنجي نصوبو نوريكم السميه اللي غنسمي بنتي ان شاء الله. صافي دابا هادشي ان شاء الله غادي نصبنو اللي غادي نقاد في المجيره غنقادو وعندك الشعر نجمع السويك الصلابط نديرو هنا وغنقش شويه ديال الكوطون تيش غنديرهم هنا باش ما نديش معايا هاد الطويصه كلها ربما تحتاجو يعني في الصاغ ما نديش هادي كامله بزاف غير غادي تقل بحال هكا بركه. وهادي غنديرها في المجير كنقلب هادي هكا باش ما يتشتفوش. لا مشديتش لاكس صافي كنخليه هنا وداكشي اللي غيتهبع غادي بحال دابا هادي ما غنحتاجهاش كنظن بنتي في المجيره هنا. هاد البنات يديه معايا ما عرفتش واش نحتاجها وقيلا ما عرفتش حيت هادشي راه شحال هادي بيني وبينه نديها معايا وقيلا تيا في الصاك الكلينيك وريش علاش نبدلها نخليها نديها معايا. هادو نخليهم تنعقمهم بحال دابا هادي تنعقمهم عاد نديرهم تما في الصاك. هادي اللي كتمشي فيها زوينه بلا ملوحه جاتني كتشد وخير فيها الغطاطيه ديالها ولكن هادي زوينه ملوحهاش نخليها نديرها تيا في المشي ربما نحتاجها باش ما نخبعها فيها وما نعرف. المهم عجبتني ما جاتنيش تلاح حتى ضرولكس هنا البنات غادي ندير حتى هادي الفريش اللي قلت لكم البنات هو هذا حتى هذا ما شريتوش كندير ولدي كان باقي نقيقي ضرب له الصبينه هادو باقي نقي ايوا وليت عاوتاني ندير واحد يدي ديالو هي تاهي خويتها وصوبتها وصبنتها شمش لها داك اللاوات ديالها وداكشي وليت عمرتها دابا غنديرها في الليزه
هانتوما شو كيشو الخديدية ندير هنا ندير هكا اللي واقفة بحال هكا. وهذا الفوال ديال الناموسية غادي نديرو حيت الفوال بيض وداك الفريش بيض داك الصوت داك السحابة وداك الهلال داك الهلال باش في الغوز باش يكسيو داك البيض اللي كاين. غنخبيهم هنا حيت ثلاثه د البيسات كافيين يعني دوما غنحتاجهمش عندهمش معايا. خلاص هذا لي زور ان شاء الله غادي نصوبهم بوحدهم ما نديرهمش في الصاك نديرهم في الصاك ديالي. المهم الا بقات لي شي بيسه نديرهم في الصاك ما بقاش غنديرهم شي في شي حاجه بوحدهم ان شاء الله. سيت البنات تجميع الصاك دابا غنحط هادو في الميسيه. هادو هو الهلال اللي صوبت نوريكم السميه البنوتي حطوه هنا وهادي دلا فيها السمية هادي السمية اللي نسمي بها بنتي سمائلة ان شاء الله نديرها فهاد البنيسة هادي هكا. هي صراحة اللي شت انا شتها صغر من هادي ولكن هي صوبتها ليا كبر شوية هكاك معليش هي زوينة. صافي ركبتو شوفو كي جا ما شاء الله جا غزال. ركبت البنات هادي هنا درت لها هاد البابيون صراحة ما لقيتش داك الثوب الاصلي اللي كيدار هكا في الديكور هذا. ايوا خديت هذا المسلين هذا وقديتو صوبت له بابيو بحال هكا ولصقته حتى هي هكا تبقى هكا في البيبه اسم زينه ما نفيفها جاي داكشي يا سلام. تقول انا صراحه الله عندي واحد الاحساس بحال تقول اول مره غنولد الله يجيبها على خير وبخير ان شاء الله يا ربي والله ما قداني فرحه. الحمد لله وشكرته على هذه النعمه الحمد لله. المره الجايه باقي نوتي باقي صا كيما وجدتو ان شاء الله ملي غنوجدو غنشاركو معكم.